بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. انا رغم ان انا بحب الكوره بس ابتديت اتضايق منها لانها بتحرمني منكم. عاده يوم خميس بيبقى في ماتش كوره ما بعرفش التقي بيكم في حاجه من الاثنين، يعملوا لي حلقه الاربع يا يلغوا ماتش الخميس. ما علينا، نبتدي النهارده في عندنا موضوع مهم جدا ساخن جدا، كل الجرايد والمجلات بتتكلم عليه، هو اللي هيبقى موضوع حلقه النهارده. لكن هنتكلم على الاطفال والمواهب المشهورة في الأطفال، وهنلاقي ببساطة أن أهم وأجمل الأفلام العالمية والعربية كانت من بطولة أطفال. عندنا شيرلي تيمبل كانت أشهر ممثلة سينمائية وتلفزيونية ومغنية وراقصة، وكمان كانت مؤلفة سيرة ذاتية وسفيرة أمريكية في غانا وتشيكوسلوفاكيا. بدأت مهنة التمثيل السينمائي وكان عمرها لا يتعدى 3 سنين، كلام ده كان سنة 32، وخدت جوائز عالمية وشهرة دولية. خدت سنة 34 عن دورها في فيلم العيون اللامعة جايزة، فيلم مميز تم إعداده بشكل خاص ليناسب مهارات شيرلي تيمبل، ونالت جائزة جوفينايل أكاديمي أورد عام 35. وتيمبل حصلت على عديد من الجوائز والأوسمة بما في ذلك جائزة مركز كينيدي أونرز وجائزة جولد من نقابة ممثلي الشاشة الفضية. تيمبل بتحتل المرتبة 18 في قائمة المؤسسة الأمريكية للأفلام اللي بتضم أعظم أساطير الشاشة الأمريكية من الممثلات، وبذلك تعتبر صاحبة الترتيب الأعلى لأن هم على قيد الحياة من هؤلاء الماء. مصر بقى ملكة المواهب، تمام؟ مواهب وصغيرين ومواهب طبعا كبار، بس احنا بنتكلم على الاطفال النهارده. أم كلثوم كانت معجزة زمانها وهي بتغني وهي طفلة، ولفت كل موالد منطقة الدهلية، وكانت مشهورة جدا جدا، وكانوا بيلبسوها ولد علشان عيب ان بنت تغني. اما اشهر من مثلوا من الاطفال عندنا طبعا كلنا عارفين وفاكرين الجيل اللي زي كده، فيروز اشهر طفلة مصرية عربية في السينما، بل هي نجمة اطفال السينما المصرية. فيروز كان لها دور فيلم باسم فيروز هانم ودور اسمه قطقوطة، دول اشهر اسمين نسبة لاتنين من انجح شخصياتها اللي قدمتها في السينما العربية، وما زالت ذاكرة الأجيال اللي زيه من محب السينما في أي وقت رغم مرور عقود عديدة على تقديمها. فيروز تميزت رغم صغر سنها بقدرتها الفائقة على الاستعراض والغناء والتمثيل. الغريب دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه واللي المفترض بمرور الزمن بيزيد اهتمامنا وبيجي علينا وقت نقول ده عام الطفل وسنة الطفل وبتاع، مواهب الأطفال أصبحت مهملة وأحيانا مؤثمة، يعني بنعتبر ان عيب ان طفل يمثل. حتى مهرجان سينما الطفل اللي اتأسس سنة 90 بدعوة من الكاتب الراحل الكبير سعد الدين وهبة اصبح روتيني رغم اهميته. المهرجان ده فرض نفسه على خريطة المهرجانات الدولية على فكرة المتخصصة لفنون الطفل في فترة من الفترات كواحد من اهم وافضل المهرجانات في هذا المجال، وكان بيحظى باهتمام كل العالم تحت عنوان مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال. وبدأت أيضا فكرة اشتراك الأطفال من مختلف الدول في أعضاء لجنة التحكيم بجانب اللجان المختصة من الكبار، وأنا أتذكر أن أنا ابني كان عضو لجنة التحكيم في مهرجان سينما الطفل وما زال وهو كبير دلوقتي وتخرج. أصدقائه اللي كانوا معاه أعضاء لجنة التحكيم من الصين ومن كل البلاد على مستوى من الصداقة وبيتواصلوا وبيتكلموا في السينما، وأنا أؤكد أن ابني دخل هذا المهرجان اللي قعد لمدة 5 أيام شخص وخرج شخص تاني خالص وبيفكر بطريقة تانية خالص. كانوا فتحوا باب دار الأوبرا المصرية للأطفال عشان يشاهدوا حفلة الافتتاح والختام وأفلام المهرجان، وأصبح المهرجان يهتم بإقامة ندوات عامة بتناقش قضايا الطفولة فنية ثقافية صحفية، وكذلك ورش عمل للأطفال طوال مدة إقامة المهرجان عشان يبرز مواهبهم الإبداعية. وده طبعا كان بيبقى تحت اشراف كبار المبدعين. كان رئيس لجنه التحكيم في الدوره اللي انا بحكي عنها الفنان العظيم ورسام الكاريكاتير العالمي استاذ مصطفى حسين.
الدكتورة نادية الخولي رئيسة المركز القومي لثقافة الطفل أصرت على عقد دورة المهرجان بعد ثورة يناير، وللأسف فشل المهرجان في دورته 21 وغابت النجوم عن افتتاحه. وانتوا عارفين النجوم طبعا ما بيجوش مهرجان القاهرة، لكن يروح مهرجان دبي ويروح مهرجان أبو ظبي ويروحوا مهرجان في قطر، لأن المهرجانات دي من وجهة نظرهم أريح وأجمل وفيها فلوس وكده، حاجة تحزن يعني. لكن مهرجان اللي في مصر محدش بيجي فيه، عشان كده المهرجان ظهر فقير. دلوقتي مهرجان سينما الطفل لا حس ولا خبر. المفروض اننا نشعر بأهمية هذا المهرجان ونرجع تاني هذا المهرجان للطفل، عشان الطفل يبقى مكانته في بؤرة الاهتمام، بدلا من حالة التهميش اللي بات عليها أطفالنا اتعودنا مع الأسف. أسوأ مقدم برامج يروح في حتتين، يا نوديه برامج الأطفال يا نوديه الفضاء المصرية. وعندما يتم تقريص ميزانية في أي مؤسسة متخصصة في الإنتاج الفني، أول ما يتم الاستغناء عنه هو ما يخص الأطفال، ولا ندرك أننا بهذه الاختيارات نجرح الحاضر ونغتال المستقبل. ألم يقل علماء النفس الطفل هو أبو الرجل؟ هل نحن نهتم حقا بأهم ثروة وذخيرة بنملكها للزمن القادم؟ هل تخلصنا تماما من تراثنا في هذا الشأن الذي كان لا يتجاوز عند البعض حكاياتنا القديمة من الغولة وبرجل مسلوخة التي كانت تخفنا فأصبحت منفرط سذاجاتها تضحك أطفالنا؟ في الحقيقة مش عارفين في أغلب الأحيان إزاي نتعامل مع أطفالنا أبناء عصر النت. هذه المهرجانات لا شك بتلعب دور جوهري في تنمية إدراك أطفالنا، ولما يشعروا أنه هو مهرجانهم وهو هم أصحابه، فما هو بيخليهم يحسوا بالمسؤولية وبأنهم رجالة وبأنهم مسؤولين. يا ترى مصير مهرجان سينما الأطفال هيبقى فين وهيروح لغاية فين؟ لا أحد يعرف، ولا أحد يعرف أننا نهدر مواهب قادرة على صناعة المستقبل لما نهدر مواهب الأطفال أو نجرمها أو نحرمها. المجتمعات المتحضرة تستثمر في الطفل لأنه الأمل، لكننا لازلنا ننتظر وننظر تحت أقدامنا، وعشان كده بنتكعبل ونقع كتير كتير كتير. المقدمة دي كانت مهمة جدا، لأن الموضوع اللي هنتكلم فيه له أيضا علاقة بالطفولة وببطل الفيلم اللي هنتكلم عنه، ومشكلتنا بطله طفل أو يعني تخطى عدم الطفولة هنتكلم عليه، وهيبقى معانا ضيوف مهمين جدا جدا، يعني منهم ناس رفضت تطلع في فضائيات ورفضوا يطلعوا ببرامج، والحمد لله يعني ثقة منهم في هذا البرنامج هيبقوا ضيوفنا النهاردة. زي ما تعودنا كل يوم هنقدم قصيدة عن الحرية، وهقدم لكم شاعر اسمه أسامة عبد الصبور في قصيدة وجهة نظر، نسمعها ونرجع لكم إن شاء الله بعدها. من أعلى نقطة في حلمك المجنون، بص بعينيك هيهون عليك الكون، هتلاقي إن مشاكلك الجبارة هبان في عينك قد عقب سجارة، بس العبارة برضو عايزة جسارة علشان وضوح الرؤية مش مضمون. ممكن عيونك تخلط الألوان، وطبيعي إن الصورة مش هبان لو حد ضارب قنبلة دخان أو كنت في ظلام اللي كان مسجون. يبقى البداية يا صديق عندك، اختار طريقك وفرشه بعندك، مهما الخطاوب عندها تعندك دايما مصيرك بالعناد مرهون. آخر كلام وبعد منه سكوت، حب الحياة ووعاك تخاف الموت، فتح عينيك وتأمل الملكوت، ولا انت ليه ربك حباك بعيون. الله عليك يا شاعر يا جميل. على فكرة يا جماعة انا بخترع على جمهورنا اقتراح كده بنفكر فيه، عايزين نشترك مع بعض. انا بفكر نعمل مسابقة للشعر العامي للشعراء الصغيرين، ويشترك الجمهور في الحكم على الشعراء اللي هنقدمهم، واعتقد ان احنا ده جزء من دورنا ان احنا نقدم مواهب في الشعر وفي غير الشعر. هنبتدي بالشعر يمكن عشان انا شاعر، وعلى اساس ان احنا فقرة الشعر فقرة يومية بنقدمها في كل حلقة. انا يعني منتظر اقتراحاتكم، لو موافقين على الحكايه دي نبتدي ننفذ فورا. في قرار مفاجئ اصدره المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بوقف عرض فيلم حلاوه روح للمطربه اللبنانيه هيفاء وهبي والمخرج سامة عبد العزيز. هذا القرار اصاب الوسط الفني والادمي بصدمه. البعض
قبل القرار بترحاب شديد بدعوى انه فيلم غير اخلاقي ينشر الفاحشة في المجتمع. الازهر اصدر بيان رحب فيه بالقرار واعتبره حفاظا على القيم او قيم المجتمع المصري الاخلاقية وثوابته الدينية، بينما البعض الاخر انتقد القرار واعتبره خطوة اولى في طريق تقييد حرية الابداع، خاصة ان المادة 67 من الدستور تنص على ان حرية الابداع الفني والادبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والاداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوي لوقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة. الجدل اللي اثاره الفيلم منذ عرضه كان بسبب بطل الفيلم، طفل لم يتعدى عمره 14 عاما. الطفل ده بيحلم ضمن احداث الفيلم بانه يقيم علاقة جنسية مع جارته اللي هي هيفاء وهبي، وده اللي دفع المجلس القومي للطفولة والامومة لتقديم شكوى لمجلس الوزراء تطالب بوقف عرض الفيلم لخطورته البالغة على الاطفال. صناع الفيلم استقبلوا القرار بانزعاج شديد. محمد السبكي منتج الفيلم قال ان فيلمه نظيف وما فيهوش اي مشاهد خارجة، وهيفاء كان ليها اكتر من تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. مرة قالت احترم هذا القرار كاحترامي للجهات الرسمية للدولة، وفي تعليق تاني قالت بلا حكومة بلا بطيخ. اما التعليق الغريب اللي كتبته امبارح الصبح صباح الخميس، اشتعلت الغيرة بقلوب بعض الناس بس فشر مش هيقفوا فيلمها، هيفاء وهبي مش اي حد. الفيلم وما اثاره من جدل قبل وبعد عرضه وردود الافعال المختلفة على قرار منعه وحرية الابداع وتدخل مجلس الوزراء رغم وجود رقابة على المصنفات الفنية، ده موضوع حلقة النهاردة مع ضيوفي اللي معايا ومعاكم في الاستوديو. هيبقى معانا الصديق العزيز والمخرج الاستاذ احمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والصديق ايضا سامع عبد العزيز مخرج فيلم حلاوة روح، وكريم الابنودي احد ابطال الفيلم الطفل اللي حصل عليه المشكلة، ومعايا برضو الصديقة والناقدة علا الشافعي. قبل ما استقبل ضيوفي هقول لكم على سؤال حلقة النهاردة، هل تؤيد قرار رئيس الوزراء بمنع فيلم حلاوة روح؟ هنستنى مداخلات والتعليقات، تواصلوا معنا عبر تويتر وفيسبوك، وكلمونا على ارقام الهاتف اللي هتظهر على الشاشة. عندنا فاصل، استنانا او غير المحطة لان انت